قريبا. آمين جميل آمين. جميل. عند الفيسبوك صفحة فيها أكثر من 90,000 معجب، نعم يعني تعتبر يمكن من أكثر صفحات المنشدين رواجا. الحمد لله. إيش السبب مرة أخرى؟ يعني هل تدفع الصفحة مثلا؟ شلون؟ هل تدفع الصفحة دعايات؟ لا أظن طبعا أدفع يعني تدفع. في دعاية أحيانا مرات، يعني مثلا على أنا مصر إذا كان في عمل جديد أسوق للعمل نفسه عن طريق عن طريق الصفحة. الصفحة. نعم. ممتاز. لكن السبب الرئيسي هو التواصل، في نظري هو التواصل، لأن الصفحة مجرد أن أنشئ صفحة هي ليست كفيلة بأن يكون لك متابعين كثر أو جمهور يتابعك من خلال الصفحة، لكن التواصل المستمر هو الذي يعني يعني يضمن أكثر نجاح منشد الصفحة. خليجي على الفيسبوك عدد معجبين به، يعني بسبب أنه يدفع، يمكن البقية ما لا يدفع. والله ما أظن، يعني أنا بدأت يعني أستخدم دعايات في فترة مؤخرة جدا يعني. نعم.